انت ولا احد هلا احنا بشكل عام ما عندنا قائد فرقه، كلياتنا فرقه وحده نحن، بس انا اللي منظم المشروع هذا اهم شيء. يعني كل واحد يعني كل منظم ممكن تعرفنا على اعضائك؟ اعضاء الفرقه هن معنا محمد سلطان من الاردن، ومعنا مازن يوسف من العراق، هاني خوري من الشام من سوريا، في معنا تاني مكي بيعزف البيانو اسمه كيما، في معنا اثنين تركيين بيعزفوا كمان، ومغني تركي ومغني مغني دنماركي، يعني مغني بالعربي عربية. ايه طيب هاي الفرقة كم عمرها يعني كم اصبح يعني مدتها في الدنمارك؟ يعني هلا انا حضرت لكم حفلة قبل سنتين، يعني شي سنتين بدك وقت حضرت هي ايامها يعني. ايه بالضبط ايام هذيك الايام. المشروع هذا اللي عم نسويه انه الحمد لله وقت انا شفنا انت عم نعزف كان ملان المسرح على الاخر، والعالم عم تحجز قبل بشهر وشهرين وعم تلاقي محل، نقول الحمد لله رب العالمين، هذا الفضل لرب العالمين. اهداف الفرقه الاساسيه انه نورجي للشعوب، هلا مثلا الشعب الدنماركي اللي هون عايش في الدنمارك، انه نحن مساهمين ونحن بنحبكم ومثل ما انتم بتحبونا وبتساعدونا، ونورجيهم انه بعد المشاكل اللي صارت، بعد ما بعض العنصريين اللي من الشعب الدنماركي بدها تتفرج لنا انه انتم جايين تاخذوا خيرات، لا او جايين تسووا ما تسووا شيء، نحن اكثر عالم بندمج وبنقدر نندمج، اكثر عالم بنقدر نندمج من البلد. اندماج طبعا كما اندمجنا لما نفوت فيكم ونحبكم بحالنا ونحبكم ونرجيكم نحن رساله السلام. كما ايضا يوجد اعداد كبيره يعني كالالاف من الناس في كل اوروبا متزوجين ايضا اوروبيين ويحترمون ديانتهم واصبح دم اسري بين بعضهم البعض، يعني في قرابه بينهم. مظبوط، نرجيهم قديش نحن جماعه عراقيين، وقديش نحن الجماعه اللي اجينا من الوطن العربي بالذات، انه نحن كان لازم نحكي كان موضوع اسلام، معلش في عندنا العالم انه متطرفين وبلشوا ينظروا النظره الموضوع عن مسيئه الاسلام، قديش نحن راقيين وقديش نحن بنحب التطور وبنحب نورجيكم انه نحن شعب مسالم مسالم، وهذه بلادنا يعني اصبحت بلادنا. دنماركي عم تغني معنا بالعربي، ودنماركي عم يعزف معنا الاغاني والمتفرجين ايضا دنماركيين. طبعا هذه الفرقه يعني احنا يعني يجب يعني احنا يعني يجب ان نرفع لها القبعات، يعني شكرا. طالما انها يعني تسعى لهذا العمل
حتى تعبر للمجتمعات بأكملها في كل أوروبا أن الشعب الأوروبي ليس كله متطرف. كلامك صح، شكرا لك على زورك وعلى وجودك معنا، كان كثير حلو. أشكر جزيلا الشكر أخ نور. طبعا أنا لا أستطيع إلا أن أشكر كمان عازف الدرمز أمتعتنا في معزوفاتك، ما شاء الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. الله حضرتك عراقي أيضا، وأنت يعني عبرت يعني في أغنية التي تعبر عن الوطن لما غنت الفنانة أغنية اسمها حلوة يا بلدي. حلوة يا بلدي، يعني أنا شاهدت في عيونك الدمعة، يعني كل إنسان مغترب عن وطنه كانت يعني هذه الأغنية تمسه في الصميم، يعني تذكره في بلده في وطنه في أهله في يعني كل حبة تراب في بلده. صحيح. وانا شفتك يعني في المعزوف هذا كنت يعني بكل قوه وحراره قدمت معاها كلش يعني، واذا ما وخرت المايكروفون راح ابكي يعني انا صراحه. انا بدي اخليك تبكي ولا لا؟ وخر المايكروفون باللي يعني. شكرا حبيبي. ممكن قبل ما تفضل ماهر عبد الله، هو محامي بسوريا، كان كثير مشهور بسوريا، هو يعني مسؤول على القانون عن موضوع الحفلات تبعنا والدنمارك باوروبا كلها. يعني احييك 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 اخ نوح ماهر عبد الله، احييك على هذا يعني التعبير الذي قمت فيه والتفكير الذي حصلت عليه، حتى تشعر ان الذين يعني يحاولون من الاحزاب المتطرفه ترحيل بعض السوريين الذين لا يحصلون على اقامات. انت عبرت اننا يعني شعب ماذا؟ الموسيقى هي لغه التفاهم، لغه الحب، لغه السلام، لغه معروفه لدى الجميع، لا تحتاج الى ترجمه، هي لغه السلام، لغه المحبه، لغه الاندماج مع شعب اللي عشنا هنا في الدنمارك، وسوف تكون لنا صوره مشرفه اتجاه الدنمارك ودوله الدنمارك. يعني في هذه الصوره انت رسمت صوره كبيره، يعني انه شعب الشرقي ليس معادي لكم يعني للاوروبيين، يعني نحن حضرنا الى بلادكم حتى نعيش ونكون اسره، يعني نريد الحريه، نريد التعبير عن انفسنا. شئنا بالمحبه، شئنا بالسلام، شئنا بهذه البلد العطاء، ان نكون وحده واحده، روح واحده، نعبر عنها بلغه واحده. خليك شويه. نحو المستقبل جيد، مستقبل جميل لهذا البلد الجميل. أشكر أخ ماهر، الله يعطيك العافية. يعني Bu da eskilerden bildiğimiz bir parça. Eski klasiklerden. Biliyoruz, eşlik edelim beraber. Visam.
Sarma bu bağırlar konuşur. Sevenlere elbet kavuşur. Hesabım var. Gece çöker halim yara. Resmin gözyaşımda duvar. يجب أن تتوفر في هذه شروطها أيضا يكون من المحترفون. أجمل باقة وطن الساسي من الوديع الصف الساسي خالد 2018. نرجو وضع لايك أو شير على الأغنية.
العسكر اسود الحلو عاشق معاك الشجر
رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته اللي ما تشوفك عيناي، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك مستمعونا الكرام من شبكة عربة الدنمارك، نحييكم بمراسلكم للجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية وأوروبا والعالم العربي والإسلامي حول العالم أبو الأمين، يحييكم ويقدم لكم تهانينا في عيد رأس السنة الميلادية. كل عام وأنتم بخير وتنعمون بالصحة والعافية وهادئين البال يا رب العالمين. هذه شبكة عربة الدنمارك، نحييكم وترقبوا منا كل جديد ومنوعات جديدة وأخبار صوتية سننشرها إليكم أسبوعيا بأخبار الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية. من شبكة عربة الدنمارك أبو أمين يحييكم وكل عام وأنتم بخير لعام 2019. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الجميع أن يتابعوني على صفحات عرب ديكو وعلى يوتيوب عرب ديكو، ونرجو من الجميع أن يرسلونا لايكات حول تغطياتنا للمناسبات، إما أفراح وإما طبعا مناسبات حزينة. هذه شبكة عربات الدنمارك في العاصمة الدنماركية، نحييكم أبو الأمين والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شبكة عربة الدنمارك أبو أمين يحييكم في هذه المناسبة السعيدة وهي حلول عام 2019. أقدم لجميع أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية تهانينا، وأتمنى أن تكون عاما سعيدا وأنتم تنعمون بالصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير، وإلى جميع الشعوب العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية وأوروبا والعالم العربي والإسلامي، إليكم هذه المنوعات. Thank you.
عن الوجود وبعدني بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدي بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدينا عالحب تصحى أيام عشقتنا ليالينا Yeah.
أكتر عمري أيها المشاهدون الكرام، دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. من شبكة عربة الدنمارك أبو أمين يحييكم في 31 من ديسمبر 2018، نستقبل عام جديدا 2019. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعثونا لايكات على اليوتيوب وتابعونا على صفحاتنا الفيسبوك عربة ديكو وعلى اليوتيوب عربة ديكو. نرجو منكم لايكات ونتمنى لكم سنة جميلة وهادئين البال يا رب العالمين، وتنعمون بالصحة والعافية جميع الشعوب العربية والإسلامية في العالم. دمتم من أبو الأمين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطلالة جديدة من شبكة عربة الدنمارك نحييكم ونقدم إليكم تهانينا بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية 2019. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونزف إليكم هذه البشرى أنه يوجد فرقة للتراث الفلسطيني والشعبي والأغاني الطربية بقيادة ياسو، ومن يريد أن يحجز لحفلات هذا العام نرجو الاتصال بشبكة عربة الدنمارك أبو أمين، والكل يعرف أرقام تليفوناته. نرجو أن تستمتعوا بهذه الفقرة. We'll be right back.
مشاهدونا الكرام كنتم وقد استمتعتم، وأنا على يقين أنكم يعني تفاعلتم مع هذه الأغنية الترابية المميزة، وهي أشعار لأم كلثوم وليست أغاني هابطة. نعم، هذه الأغاني الترابية ستكون في بعض حفلات الفنان يسو، والفرقة الموسيقية ستكون بأثناء الاحتفالات، فعليكم الاتصال ومراجعة مراسل شبكة عربة الدنمارك أبو أمين في هذا العام 2019. كل عام وأنتم بألف خير. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل بلد ورد 2013.
نسيت إنه وأحلام نسيت ليالي وأيام بعيد عنك حياتي عزا ما تبعدنيش بعيد عنك مليش غير دموع حباب معاها بعيش بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني بعيد عنك. صلي على النبي. طابت أوقاتكم
مستمعينا الكرام ومشاهدين برامج أبو الأمين، بعد أن نالت إعجاب الآلاف من هذه الأغنية والمواويل أردنا أن نرسلها للجميع أغنية كاملة، فلنستمع. ليلة الظلمة تفقد بدرها، وفي ناس كالقهوة الفنجان ودلال بدرب الكون يطول بعمرها، وفي ناس بين الناس ألوان وأشكال لو عملت المعروف ما حد شكرها. يا ليل يا عين يا ليل يا ليل. أستاذ أشرف المصري على هذه الأغنية. يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. يا براع الكرم للحمل شيال، ولو مايل شجرها في ناس مثل أشرف مهما غابت بالظل بالبال، كليلة الظلماء تفقد بدرها، وفي ناس كالقهوة من فنجان ودلال بدعي رب الكون يطول بعمرها. يا بيابا يا بيابا، هو صحيح 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 إلها ازاي يا ترى. اهو
لما تتكلم عليه
Yeah.
اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي.